بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وأنتم طيبين، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان بإذن الله. وصحيح تشاهدوا على اليوتيوب وعلى التليجرام قناة قاموس ومجلة جاك، طبعا يتبع اختصار من مبادرة نما العالمية ميم نون ألف العالمية. طبعا في حدث حيصير إن شاء الله وبنخطط له، إلا هو 400 ميل، يعني 400 ميل، حوالي 600 كيلومتر، مضمار لفور دب فور فور ويل درايف رالي، يعني سباق، أو اللي هي تقريبا في هذا الكيلو. احنا قلنا كل 40 ميل، يعني كل مرحلة. طبعا هذا المضمار ممكن يمشي فيه حتى يسافر المسافر، يعني بأي شيء، بمشي، بدراجات، بكذا. فهو كل مرحلة اللي هي 40 ميل مقدرة، يعني لو المشي 20 ميل في الساعة، في ساعتين، لو 40 ميل في الساعة زي كده. طبعا ممكن بالدواب بكذا، من هناك الساعة 3 الظهر، فدخل الساعة 4، يصير الانطلاق الثاني الساعة 5 في الخروج من الكيلو، يعني ما حد يقدر يخرج قبل 5، من 5 ورايح، يعني اللي جاء في الأول الساعة 4 ما يخرج إلا 5، يكون جاهز هناك، وأي واحد جاء بعده جاهز، بس يحسب له وقت الدخول وقت الخروج. فاللي جلس نص ساعة مو زي اللي جلس ساعة، اللي جلس ساعة كسبان يعني في المرحلة الأولى في الشوط الأول، وهكذا. طبعا هذه الاشتراكات حيكون عبي 10 عربيات في اليوم، لكن لو كان مخزنة كهرباء عبي أكثر. فهذه طبعا الصندوق، نشرح عن الصندوق. الصندوق وقف اللي هو للقروض، يعني بمعنى اللي يشارك في الصندوق بسهم 50,000 مثلا ريال أو جنيه أو كذا، فمن الناس اللي هم ينتموا إلى سوية بيشتغل في الجلود مثلا، فأخذ اشترى جلود، اشترى مثلا ب100,000 جلود، فمش لازم يرد ال100,000، يعني لما يبيعها كسب 200,000 يقدر يشتري ب200,000 جلود، مش لازم يردها، تجلس معه. ويصير ايش الصندوق ساعده، وبعدين هو وقت ما يبغى يرده يرده، يعني في تنسيق وعمل. نحن نحتاج انه ينمو، يعني أول مرة باع اشتاخد جلود 100,000، في خلال السنة أو في خلال عندهم المحامين وعندهم كذا وعندهم. فكل هذه المشاركات بعدين عندنا FCF_LPS اللي هو النقابات العمال، في نقابة مثلا نقابة الزبالين تدخل، نقابة المهندسين تدخل، نقابة الزراع تدخل، وكلهم بالتساوي، وفي فرصة انه يساهموا اللي في النقابات. طبعا اللي عنده سهم، اللي ما عندوش ما يلزموش، يقدر ياخذ قرض عن طريق واحد مساهم، مثلا اخو واخوه حب يساعد اخوه او بنت اخوه في الزواج، فيرسل لنا انه انا من المساهمين وحابب أدي قرض لكذا، وكأنه هو أخذ القرض بنفسه. القرض طبعا طويل الأجل، يعني نقدر ندي قرض 20 سنة،
واحد اللي بيتزوج أو لخمسة وعشرين سنة ويحتاج قرض 600,000 جنيه،